بجد التحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل مشاهدينا، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما بنقول بقى نهايه الموسم بفوز مستحق بالتاكيد لفريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر. كل الحقيقه اللعيبه لابد ان احنا نوجه لها كل التحيه والتقدير، واولهم طبعا نجم النادي الاهلي مروان. برحب بيك طبعا يا مروان، مبروك، موسم انتهى النهارده يمكن كالعاده بنقول ختموها مسك. الحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل للدور القادم في بطوله كاس مصر. شايف الاجواء ازاي؟ الموسم صعودته ازاي؟ والفينش بالنسبه لك ازاي مروان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبه النهارده رجاله على الماتش ده، كان ماتش صعب جدا، ماتش في اخر موسم بتفنش موسم، يعني الاحمال البدنيه مش زي بدايه الموسم. في اخر موسم بتفنش بالشكل ده، بتلعب 120 دقيقه لاخر دقيقه، بتبقى متاخر بجون ترجع تتعادل وتكسب وتلعب شوط اضافي اول وثاني وتاخد الماتش وتتاهل، فدي حاجه كبيره. وهو ده الاهلي يعني متعودين على طول، لعيبه رجاله وبتلعب لاخر دقيقه، والحمد لله يعني كل لعيب في الملعب على قد المسؤوليه وعارف، ولابس تيشيرت الاهلي عارف اللي عليه مسؤوليه كبيره. الحمد لله يعني فنشنا الدوري والكاس بشكل كويس جدا، والحمد لله يعني قدرنا نتأهل، والحمد لله. وبشكر الجمهور، بشكر اللعيبه، بشكر الاداره، بشكر الجهاز، يعني الحمد لله. نقطه مهمه جدا اللي جايه هو اللي اصعب، ودي نقطه مهمه جدا لان احنا حققنا خلاص يمكن كل البطولات اللي شاركنا فيها مروان. مطلوب منكم مجهود كبير، مطلوب منكم ايه؟ الراجل بيتكلم معاكم ازاي في الموسم اللي جاي؟ اكيد طبعا النجاح سهل، بس الاستمرار فيه اصعب. فانت لازم كل بطوله وكل ماتش وكل دوري وكل كاس بتركز فيه. ماتش اتلعب خلاص بحلو بوحش وبيتركن وبتبص اللي بعده، والحمد لله يعني ان الفتره دي بقى نبدا ناخد راحه وناخد اجازه كده يعني ان شاء الله، ونرتاح شويه من ضغط البطولات اللي احنا حققنا فيها حاجات كويسه جدا وفرحنا الجمهور. ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. حبيبي ربنا يخليك. الله نشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي مروان عطيه، لكن في هذه اللحظات عوده من جديد للاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.